نجميع. ما هي انواع اسباب حب الشباب؟ دونك هذه الخليبه الحمراء ما هي غير هذا الميكروكيست اللي ما تعالجش وبقى تطور ولا لي هكذا. ما هي احدث الوسائل المستخدمه في علاج حب الشباب وما هي سبل الوقايه منه؟ ننصحوا الناس اللي عندهم تهيج حب الشباب يحاولوا ما امكن انهم يمشيوش يلعبوا في ذوك الحليبات. صحتنا جميع، الاحد زوالا على دوزام.